اللهم أعنا على رواية سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من في هذا الصباح المبكر؟ السلام عليكم يا شيخنا الجليل. وعليكم السلام، من أنت؟ أنا في ضيافتك. أهلا ومرحبا يا شيخنا. أعلم أن لك بناء لم تتمه وزرعا لم تحصد. أعلم يا أخي الإمام. The Sheikh agreed with the Imam to narrate the Prophet biography. Peace be upon him. L'honorable Sheikh avait convenu avec l'Imam de raconter la vie du prophète. Que la paix soit sur lui. أما البناء الذي لم تكمل والزرع الذي لم تحصده يا شيخنا الجليل فهو سيرة النبي محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فآن الأوان لتروي لنا هذه السيرة العظيمة، هذه الملحمة الكبرى، وهذه النقلة التاريخية التي غيرت الحياة على كوكب الأرض كله. ولكني أخاف يا أخي الإمام، أخاف، نعم أخاف، إنها أكبر مني، إنها مسؤولية هائلة تنوء من حملها الجبال. والله إني لأخوف منك، والله إني لأشد حرصا وولعا وشوقا من سرد هذه السيرة المباركة حين يسألني الله عن كل صغيرة وكبيرة فيها، ولكنها الأمانة. نعم إنها الأمانة. نعم أمانة، وعلي أن أؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وسيرة النبي أمانة على كل من علم بها أن يؤديها إلى عامة المسلمين وخاصتهم. والآن يا أخي الإمام، هل ستشاركني في هذه الرواية؟ هل ستحمل عني بعضاً من حملها؟ هل ستكون عوناً لي؟ من هنا بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة. كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب، شريفاً. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. صلوات الله وسلامه عليه. وكان هاشم ابن عبد مناف، وهو أبو عبد المطلب جد النبي. كان هاشم رجلاً كريماً شجاعاً، استطاع أن يحول مكة إلى مدينة تجارية كبيرة بعد أن كانت موطئاً تجارياً بسيطاً. يا هاشم، نراك بحماسك الكبير وغيرتك على عشيرتك تريد أن تنقل مكة نقلة تجارية كبيرة. بالفعل، لقد عقدت عقود إيلاف مع قبائل الشام، وستكون لقريش رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام
ورحلة في الشتاء إلى اليمن. ما أسعد قريشا بك يا هاشم. أدعو جميع القوافل من كل البلدان إلى أن تقوي تجارتها هنا في مكة، حيث بيت الله الحرام والأمن والصدق في المعاملة. ما رأيت أحدا يحب بلاده مثل هاشم بن عبد مناف. وكان هاشم كثير الترحال، وفي أثناء سفره إلى الشام رأى إحدى بنات بني النجار فأعجبته وقرر الزواج بها، وهكذا تزوج من سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وقد تركها هاشم عند أهلها وقد حملت بعبد المطلب، ومات هاشم ودفن بفلسطين. لقد مات أبوك يا شيب، مات أبوك. وقد لقب عبد المطلب بشيبة لوجود شعر أبيض في رأسه عند ميلاده. وبعد موت هاشم آلت السقاية والرفادة إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة خيراته وعطائه. تعال يا شيبة ابن أخي، تعال يا عبد المطلب. اذهب مع عمك يا شيبة. فذهب المطلب به إلى مكة فعاش معه، وعند وفاته آلت السقاية إلى عبد